السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. في هذه الحلقة سنناقش إعلان الحكومة وقف التعامل مع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء. مشاهدينا، معركة أخرى تخوضها الحكومة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع، وهي بنظر مراقبين من أهم المعارك الكفيلة بانتزاع مخالب الانقلاب إلى جانب العملية العسكرية. هذه المعركة ساحتها الاقتصاد ومصادر الدعم المالي. وبحسب مراقبين، فإن الإعلان الأخير للحكومة بوقف التعامل مع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء من شأنه تقليم أظافر الميليشيا وتخفيف منابع الدعم المالي لها. جاء هذا الإعلان بعد قيام ميليشيا الانقلاب بعمل تغييرات جديدة في مجلس إدارة البنك، وهو ما اعتبرته الحكومة إجراء سياسيا غير مسؤول ومخالفا للدستور والقوانين وتعديا على صلاحية الرئيس هادي. وبغض النظر، فإن هذا القرار وإن بدا في ظاهره تقويضا لسلطة الميليشيا، إلا أنه يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في قدرتها على إعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الميليشيا لصالح المجهود الحربي، ومدى مقدرتها أيضا على استثمار موارد المناطق المحررة. نتوقف مشاهدينا عند هذه المستجدات لنناقشها في محورين: أهمية هذا القرار وتداعياته، ومدى نجاحه في سحب المركز المالي من قبضة الميليشيا، وهل ستنجح الحكومة هذه المرة في كسب المعركة الاقتصادية مع الانقلابيين؟ هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها مع ضيوفنا في حلقة الليلة من زوايا الحدث، لكن مشاهدينا بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. أخيرا، الحكومة تعلن وقف تعاملها مع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسلطة الميليشيا بعد أن فشلت كل المحاولات للإبقاء على الملف الاقتصادي بعيدا عن دهاليز الأزمة السياسية التي خلفتها عملية الانقلاب الميليشاوية. إعلان الحكومة جاء بعد التغييرات التي قامت بها سلطة الانقلاب في مجلس إدارة البنك وتعيين أعضاء جدد محسوب على جماعة الحوثي صالح، وهو ما اعتبرته الحكومة إجراء سياسيا غير مسؤول ومخالفا للدستور والقوانين التي تعطي الرئيس هادي الحق في اتخاذ مثل هذه التغييرات. معركة بدأت للتو مع جماعة الحوثي صالح الانقلابية، وهي بنظر مراقبين من أهم المعارك التي من شأنها تقليم أظافر الميليشيا وتجفيف منابع الدعم المالي لديها، خصوصا وأن الإجراءات ستشمل وقف التعامل المالي الخارجي مع البنك، وبالتالي عدم قدرته على التصرف بالاحتياط المتبقي في الخارج، بالإضافة إلى عدم توريد إيرادات المناطق المحررة إليه، وهو ما سيجعل من الميليشيا وجها لوجه مع الشعب الذي ذهبت كل حقوقه لصالح المجهود الحربي. هذا الإجراء وإن بدأ في ظاهره تقويض لسلطة الميليشيا، إلا أنه يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة تتمثل في قدرتها على بناء اقتصاد جديد بعيدا عن سلطة الميليشيا، بالاستفادة من شرعيتها لدى المجتمع الدولي والبناء على ما تمتلكه من موارد في المناطق المحررة. إذن مشاهدينا، لبدء النقاش ينضم إلينا من الرياض الدكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا. دكتور، مساء الخير. مساء النور والسرور. أهلا بك دكتور. يعني هل هناك توجه حكومي جاد هذه المرة لسحب المركز المالي من سيطرة الميليشيا، أم لا تزال مجرد وعود حتى هذه اللحظة؟ الحكومة في هذه المرة جادة في موضوع سحب المركز المالي من تحت سلطة الانقلابيين، خاصة بعد وصول صالح الصماد إلى رئاسة المجلس السياسي. نعم. وهو معروف عنه بالمغامرة، ومعروف عنه بأنه رجل شديد ومغامر، وبالتالي لا يهمه أي شيء، وسوف تحاول الحكومة من خلال سحبها للمركز المالي الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار، وأيضا الحفاظ على الجهاز المصرفي من الانهيار التام، وهو ما سوف نعم. يتطلب يعني سوف يكون له تداعيات مؤسفة جدا. نعم، يعني دكتور، منطلق هذا القرار كان من أجل يعني تعيين صالح الصماد، أم أنه يعني في إطار التعديلات التي حصلت في مجلس إدارة البنك؟ في هناك أسباب كثيرة، الأسباب كثيرة، ليس فقط الموضوع التغييرات
في مجلس الإدارة، هذه كانت الغشة التي قصدت دار البعيد. نعم. لكن في هناك كثير من العوامل، منها أنه الأستاذ محمد عوض بن همام لا يستطيع الخضوع للضغوطات حينما كان محمد علي العودي، فما بالك عندما يأتي شخص مغامر وشديد مثل صالح الصماد، فإنه سوف تكون الظروف أصعب. نعم. بالإضافة إلى أنه أيضا التصرفات الغير مسؤولة التي قام بها البنك المركزي وخضوعه للميليشيا من خلال الإبقاء على التمويل المجهود الحربي كما كان، ولم يتم الإبقاء كما تم الاتفاق على صرف الباب الأول، بل نعم. أن المجهود العربي قد استولى على الميزانية بالكامل، وتم تقليص الباب الخامس والرابع والثالث والثاني في القطاع المدني لصالح المجهود الحربي بشكل تام، الذي كان يستلم كامل مخصصاته واعتماداته المركزية. نعم دكتور، وهناك جملة من الأسباب الكثيرة. نعم دكتور، يعني هل الحكومة قادرة فعلا على تنفيذ هذا القرار؟ يعني هل هناك تأييد أو معارضة دولية، خصوصا وأن المجتمع الدولي كان يضغط باتجاه ما يسمى تحييد البنك المركزي والهدنة الاقتصادية المفترضة؟ الحكومة حصلت على ما يشبه الضوء الأخضر. نعم. بعد أن تمت التعامل، وبعد أن رفض الانقلابيون التوقيع على اتفاقية أو مشاورات الكويت، وبعد أن تم الحديث معهم كثيرا، بعد أن وجدوا إصرار غير عادي، وبعد أن تجاوزوا كل الأخلاقيات وكل الاتفاقيات وكل التعاملات التي كان يتساهل بها المجتمع الدولي، لم يبقى أمام المجتمع الدولي إلا أن يحافظ على انهيار الاقتصاد. نعم. من خلال سحب المركز المالي من تحت أقدام الانقلابيين. نعم، ماذا عن مرتبات موظفي الدولة في حال تم الشروع في تنفيذ هذا القرار الحكومي وعجز البنك المركزي في صنعاء عن تغطية رواتب الموظفين؟ سوف يتضرر طبعا الموظفين، ولكن لفترة مؤقتة إلى أن يتم تجهيز الأوضاع الاقتصادية في المدينة، بعدها يمكن أن تتحمل الحكومة بالكامل مسؤوليتها بالكامل. لكن هذا لا يمكن أن نقول بأن الموظفين لن يضروا لفترة 3 أشهر أو شهرين أو 4 أشهر بشكل أو بآخر. نعم، في عملية النقل للبنك المركزي من صنعاء، هل سيبقى الاحتفاظ بذات الإدارة القائمة حاليا أم أن هناك ترتيبات أخرى؟ أنا ليس لدي أي معلومات في هذا الجانب، ولكن الحكومة بالتأكيد لديها المعلومات الكاملة. نعم، إذن أشكرك الدكتور محمد حلبوب، عضو اللجنة الاقتصادية العليا، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. انضم إلينا الآن من القاهرة المحلل الاقتصادي سيد مصطفى ناصر. سيد مصطفى، مساء الخير. أهلا وسهلا. يعني سيد مصطفى، بداية، ما تداعيات هذا القرار على صعيد المحلي والدولي؟ تقصد قرار الحكومة بالتوقف عن تغيير؟ نعم، إذا كنت متابع يعني لا أدري أن كنت حاضر معنا من بداية الحلقة، ولكن نحن موضوعنا اليوم حول القرار الذي اتخذته الحكومة في نقل البنك المركزي من صنعاء. يعني السؤال كان، ما تداعيات هذا القرار على الصعيد المحلي والدولي؟ هل الحكومة اتخذت قرار أم تعلم رئيس الوزراء أنه لن يتم التعامل مع البنك المركزي في صنعاء في توريد الإيرادات بعد أن قال أن هناك قرارات جديدة لجماعة الحوثي تقضي بأن يكون هناك مجلس إدارة جديد معين من قبلهم، وهذا بكل تأكيد يعني يتعارض مع الدستور ويتعارض مع قانون البنك المركزي. بكل تأكيد هذه الخطوة لها تداعيات كبيرة، سواء كانت على صعيد أداء البنك المركزي أو على صعيد الاقتصاد اليمني ككل. هذه الخطوة بكل تأكيد لها آثار كبيرة كما قلت، سواء كان على الحكومة أو سواء كان على الحوثيين أو على الاقتصاد ككل. فيما يتعلق بهذه الخطوة، يفترض أن الحكومة تكون لديها خطة واضحة
نعم. ما الذي يمكن أن تقوم به لتجاوز هذه المشكلة أو لإيجاد البديل، سواء كان فيما يتعلق بتبنيع الإرادة في المناطق المحررة أو إرادة المقتل السنتر الآن والذي بدأ بصورة خفيفة؟ نعم. وأيضا فيما يتعلق بالإنفاق على المناطق التي تسيطر عليها، يعني الآن مع قرار مثل هذا بكل تأكيد سيكون له تبعات كبيرة، أبرزها ربما إنشاء سلطة ماليتين. نعم. سلطة مالية ستكون في صنعاء وهي المركز طبعا، وفيها المركز المالي والمؤسسات والبنوك وأيضا المؤسسات الدولة القائمة ما زالت كثير منها ومعظمها في صنعاء، فيما هناك مناطق محررة ما تزال غير مستقرة، لا تزال متطلبات العمل فيها ربما يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى جهد من قبل الحكومة لكي تستطيع أن تمارس عملها. نعم. بكل تأكيد أن الحكومة لديها تمتلك الشرعية الإقليمية والدولية، وهذه نقطة قوة تجعلها قادرة على أنها تتخذ سيناريوهات معينة تحافظ على ما تبقى من الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية، وأيضا بتعاون إقليمي ودولي ربما تستطيع أن تحافظ على سواء كانت سعر الصرف أو إمدادات لتمويل السلع الأساسية وغيرها من جوانب الدعم التي هي يفترض أن تبدأ تجز من حالة إعادة الإعمار. نعم. هذه الخائطة أو هذه الصورة العامة ربما تحتاج إلى أن تكون هناك خطة من قبل، خطة مدروسة من قبل الحكومة للبدء بمعالجة أو لمعالجة المشكلات الاقتصادية، وأيضا وضع خارطة طريقة واضحة للحكومة يتضح منها ما الذي تريده خلال الأيام المقبلة، لا سيما بعد وصول البنك المركزي إلى نعم. إلى حالة من عدم القدرة على دفع المرتبات، وربما الوضع أيضا في الأشهر المقبلة سيكون أشياء بكثير مع استنفاد كافة الاحتياطيات وأيضا مع توقف كافة الإيرادات العامة. نعم، تكرم بالبقاء معنا سيد مصطفى. ينضم إلينا الآن من ماليزيا الدكتور سليمان الناصر. دكتور مساء الخير. مساء النور. أهلا بك دكتور. يعني ما قراءتك لهذا القرار الحكومي بوقف التعامل مع البنك المركزي بصنعاء؟ قراءتنا البسيطة هي أن هي استمرار لخطوات عدة ترغب الحكومة الشرعية الموجودة في عدن برئاسة رئيس الوزراء بن دغر، ترغب في سحب البساط من البنك المركزي في صنعاء نظرا لتصرفات كثيرة من قبل سلطة الأمر الواقع الانقلابية في صنعاء. هذه التصرفات هي تصرفات غير مسؤولة، غير مدركة لمدى أهمية التعاملات المالية سواء في داخل اليمن أو مع المنظمات الخارجية الدولية. ننظر لهذه الخطوة سواء من قبل الحكومة أو من قبل الانقلاب في صنعاء أنها مقدمة لآثار كارثية ستكون على المواطن اليمني إذا لم يعي الانقلاب خطورة العبث، خطورة اللامسؤولية في التعامل مع الشأن المالي والاقتصادي، إذ لا تستطيع سلطة الانقلاب بموجب التفاهمات التي تمت مع توقعي، هذا توقعي الشخصي، بموجب التفاهمات التي تمت أن تتدخل في سياسة البنك المركزي. نعم. لأن الشأن الاقتصادي التعامل معه خطير جدا، لا 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 يجب أن يكون التعامل غير مسؤول، سينتج عن ذلك كثير من التداعيات التي ربما تؤثر على حياة المواطن البسيط. نعم. أتوقع والله أعلم أن بن دغر لم يتخذ هذه الخطوة إلا بناء على تفاهمات ربما مع المنظمات الدولية وسفراء دول الخارج، لأن خطوة كهذه تعتبر بمثابة خطوة صعبة جدا وخطيرة إذا لم ينظر إلى الجوانب الأخرى المتعلقة
بالشأن المالي والاقتصادي. نعم دكتور، يعني هو في هذا الجانب يعني كيف يمكن فهم قدرة الحكومة على سحب المركز المالي من تحت بساط الميليشيا فيما لا تزال الحكومة أيضا هي في خارج اليمن؟ هناك يجب أن نفهم أن هناك أشياء كثيرة أو مصطلحات كثيرة ربما لم يتم توضيحها، وهي أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لديهم مبالغ مالية ربما تصل في بعض هذه المؤسسات إلى نسبة معينة من نقول مثلا 18% من حجم الأموال الموجودة في داخل البلد، بالتالي هناك احتياطي خارجي موجود. ما يقصده بن ذغر ربما هو إبعاد سلطة الانقلاب عن التحكم في هذه الأموال الموجودة لدى المنظمات الدولية في الخارج. ما يقصده أيضا ربما أن هناك تفاهمات معينة سبقت طلوع بن همام من عدن إلى العاصمة صنعاء. هذه التفاهمات كانت تتركز حول تحييد البنك المركزي تماما، ولكن يبدو أن سلطة الأمر الواقع الانقلابية في صنعاء بدأت تمارس بعض الممارسات التي تخل بهذه التفاهمات التي تمت. نعم دكتور، ابقى معنا، نعود بسؤال إلى ضيفنا الآخر سيد مصطفى ناصر. سيد مصطفى، يعني هل الموارد المالية في المناطق المحررة تعتبر هذه الموارد كافية لتمكين الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين؟ بالتأكيد لا تغطي الإيرادات في المناطق المحررة إلا نسبة بسيطة من الاحتياج في لإدارة شؤون الدولة، سواء كان في المناطق المحررة أو في البلد ككل. وبالتالي لابد من البحث أولا عن مصدر دعم خارجي عاجل لاستعادة التحكم في السياسة النقدية في البلد، بمعنى أنه لابد من تقديم دعم للبنك المركزي على سبيل المثال بملياري دولار على سبيل المثال. هذه ربما تحافظ على وضع العملة النقدية أيضا، وتمكن الحكومة من دفع ديماتها لشراء المواد الأساسية أو لتمويل شراء المواد الأساسية وغيرها. ربما هذا نقطة أساسية. هناك جانب آخر هو يختلف إذا ما كان الاعتماد على الإيرادات المحلية فقط، أم سيكون أيضا سيتم إعادة التصدير سواء كان بالنفط أو الغاز، سواء كان عبر بالحاف أو بالنفط المسيرة كما تم في قبل أيام، فهذه ربما تعزز من إيرادات الحكومة بشكل كبير. نعم، لكن في إطار الحديث يعني سيد مصطفى وإن قاطعتك، يعني في إطار في إطار الحديث أنت تحدثت عن البحث عن دعم خارجي في حال تمت عملية النقل، يعني هل تتوقعون أن هذا القرار جاء بتنسيق مع التحالف العربي وأنه سيكون هناك دعم لتعزيز ميزانية البنك بحيث تتجاوز الإشكالية التي ستحصل إذا ما تم النقل يعني بدون الاستناد إلى دعم خارجي؟ لا بد من المهم ان يكون هناك دعم خارجي لا سيما خلال هذه المرحله. الحكومه لن تستطيع ان تقوم باي مهام خلال المرحله المقبله ما لم يتم يعني هنا ما لم يكون هناك دعم خارجي، اشبه بما حدث بعد توقيع المبادره الخليجيه بايداع مليار دولار من قبل المملكه العربيه السعوديه وتقديم ايضا كثير من التمويلات عبر المانحين. هذه كانت جزء مهم بكل تأكيد لعملية الاستقرار المالي والنقدي وأيضا لإدارة الشأن الاقتصادي بشكل عام. لابد أن تستفيد الحكومة من شراكتها وتعاملها مع دول الخليج وأيضا مع دول العالم، وبالتالي أن تحصل على دعم معين لتجاوز المشكلة. أضف إلى ذلك أنها لابد أن تهيئ البيئة الملائمة لاستقطاب الموارد من المناطق المحررة وأيضا للبدء بتصدير النفط والغاز، وبالتالي تجميع الموارد وبدء إدارة عملية الإيراد والإنفاق. هذه نقطة أساسية لابد أن تضع الحكومة. نعم سيد مصطفى، فيما يتعلق أن تدرك هذه التحديات. نعم، فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية المالية، يعني هذه المؤسسات هل ستستجيب لقرار الحكومة
وستوقف تعاملاتها مع البنك المركزي في صنعاء؟ بكل تأكيد المؤسسات الدولية لا تستطيع أن تفرض أشياء يعني خارجة عن إرادة الحكومة إذا ما كان هناك خطة مدروسة ومبنية على أشياء أو على مبررات منطقية. بمعنى أنه لدى الحكومة الآن مبررات كافية لأنها تدير الشأن الاقتصادي بعد التجريف الذي حصل، بعد يعني الاستنزاف الاحتياطي، بعد كثير من الاستنزافات التي تمت. فأعتقد أن الحكومة إذا ما عدت خطة جيدة وأدارت الأزمة بشكل جيد لن يكون هناك، وإن كان هناك تحفظ من المؤسسات المالية الدولية فهي بكل تأكيد تستطيع أن تتجاوز هذا إذا ما أدارت الأزمة بشكل جيد. الأمر في الأول والأخير يعود إلى قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف. يعود بالأساس إلى إعداد خطة فعلا مدروسة لا تنبني على ردود الأفعال وإنما تبنى على أسس اقتصادية علمية وأيضا تستفيد من الخبرات في هذا الجانب. وبالتالي يعني تستطيع أن تدير هذه المرحلة بكفاءة. نعم سيد مصطفى سؤال أخير. تظل العشوائية هي السائدة وهذا سيقود البلد إلى المآل السيء الذي هو يعني نحن مقبلين عليه. نعم سيد مصطفى السؤال الأخير، يعني هل هذا القرار سيكون له دور في إضعاف الميليشيا على الصعيد الميداني؟ بكل تأكيد الآن يعني البنك المركزي يعاني معاناة شديدة ربما خلال الأشهر المقبلة. الآن هو يساوم البنوك بدفع ما تبقى لديها من مخزون من الريالات لدفع المرتبات. الوضع المالي للبنك المركزي وللبلد سيكون صعب للغاية، وبالتالي أي قرارات مدروسة تحد من سلطة جماعة السدي وسيطرتها على البنك المركزي وعلى العبث بأموال البلد بكل تأكيد هذا يعني سيضعفها وسيجعلها حجز عن القيام بأي فتوى. لكن في كل الأحوال لابد أن تدرس القرارات بعناية، ويجب أن يكون هناك ترتيب جيد سواء كان مع الشركاء المحلي الشركاء الدوليين أو الإقليميين في هذا الجانب. نعم أشكرك السيد مصطفى نصر المحلل الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. نعود إلى ضيفنا الآخر الدكتور سليمان الناصر. دكتور سليمان، ما مدى استجابة المؤسسات المالية الدولية للتعامل مع المركز المالي في المدن المحررة؟ المؤسسات المالية الدولية سبق وأن قرأت في جريدة وول ستريت جورنال أنه في الأمريكية قبل فترة تقدمت الحكومة الشرعية اليمنية بطلب لإيقاف التعامل أو إيقاف اعتماد توقيع الأخ بن همام في المركزي في صنعاء في البنك المركزي في صنعاء، لكن قوبل الطلب بالرفض نظرا لعدم اكتمال الصورة بشكل واضح إيجاد بدائل معينة قد تكون كحل لمسألة إيقاف التعامل مع البنك المركزي. أثني مع ما أو أؤكد ما قاله زميلي في الطرف الآخر أن يجب أن تكون البدائل موجودة تحسبا للتداعيات التي ستنتج من خطوة كهذه. المنظمات الدولية بشكل عام ربما في المرة أتوقع أن يتم التفاهم على الاستجابة لذلك إذا تم توضيح الصورة كاملة وإيجاد البدائل بشكل أو بآخر، أو أن يتم الالتزام بطرق وخطوات أساسية تمنع الذهاب بالبنك المركزي بعيدا عن الحيادية. من هذه الخطوات ربما إعادة من تم إقالتهم أو تغييرهم في البنك المركزي في صنعاء، ربما النأي بالبنك المركزي عن أي تدخلات أخرى، وربما يكون إيجاد آلية معينة في عدن لتحصيل الموارد في المناطق المحررة، كما أنه ربما لديهم خطوات. أتوقع أن لا تقوم الحكومة الشرعية باتخاذ خطوة كهذه إلا بناء. لكن دكتور يعني ما مدى فرص نجاح هذا القرار ويعني وما هي المدة الزمنية التي يتطلبها لتنفيذه؟
ماذا الى اكتمال الصوره، المشكله تكمن ان الحكومه الشرعيه اطلقت هذا القرار دون البت او ابلاغ الاخرين عن ما هي الاحتياطات التي اتخذتها لتكون كبدائل موجوده في المناطق المحرره. اذا تم اكتمال الصوره اتوقع ان الاستجابه ستكون اسرع. اما اذا كان القرار عباره عن قرار سياسي ترغب الحكومه الشرعيه فيه الضغط على حكومه على سلطه الامر الواقع الانقلابيه في صنعاء، نعم، فسيكون قرار سياسي لا يعدو كونه اكثر من ذلك. نعم، يعني دكتور ما هي قراءتك لهذا القرار؟ هل هي من باب الضغط السياسي ام في مسار الاصلاح الاقتصادي؟ القرار قرار يتعلق بخطوة مقدمة أو لعدة خطوات ربما تلحقها، وهي سحب البساط أو الاستقلال ماليا أو الضغط على البنك المركزي في صنعاء. لا أتوقع، إذا أنا ليس لدي صورة مكتملة لأن القرار عندما أخرجته الحكومة لم ترفق معه البدائل المطلوبة والأساسية لكي يتم تطمين كثير، نعم، من المؤسسات الدولية ويتم تطمين المواطن اليمني على أن خصوصا سعر صرف العملة والتحكم به، هذه الأشياء لن تتعرض لأي أزمات بذلك. نعم، وبهذا الحال يعني وبهذا الحال الذي ذكرته دكتور، يعني انه لم ترفق الحكومه اي شيء عن اليه النقل، ويعني ما تبعات هذا القرار على الخزينه العامه ومرتبات موظفي الدوله؟ تبعات هذا القرار اذا 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 تقصد اذا استجابت المنظمات الدوليه ام اذا لم تستجب؟ لم افهم سؤالك. نعم، اذا اشكرك دكتور سليمان. ماذا نعم ما يبدو ان يبدو انك لم تسمعني دكتور. ساعطيك السؤال مجددا، يعني ما تبعات هذا القرار على الخزينه العامه ومرتبات موظفي الدوله؟ يعني في ظل كما تحدثت انت ان القرار اصدر دون ان يوضح عن اليه النقل، يعني ما هي التبعات في ظل القرار عدم وضوح القرار؟ سيكون هناك تبعات سيئة على مرتبات الموظفين إذا تم الاستجابة للقرار دون الأخذ في الاعتبار البدائل الممكنة لدى الحكومة الشرعية. ولكن إذا وجدت بدائل ممكنة لدى الحكومة الشرعية وتوفرت لديها النية الكاملة والجدية في البحث عن بدائل لتعاملات البنك المركزي بالتوافق مع المجتمع الدولي، نعم، أتوقع أنه لن يكون هناك تبعات كبيرة جدا على الخزينة العامة بالنسبة لليمن وكذلك بالنسبة لمرتبات الموظفين. هذا إذا 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 استطاع التحالف توفير المبالغ المطلوبة، إذا استطاع التحالف توفير بدائل موجودة من الأموال، بالتالي ستكون تدريجيا هي مقدمه لخطوات مستقبليه لسحب البساط من البنك المركزي في صنعاء. نعم. يعني قرار كهذا اذا لم يعني اذا حدثت اي تبعات لهذا القرار، هل ستستفيد الميليشيا في التنصل بالتزاماتها امام الشعب يعني تعذرا بهذا القرار؟ إذا لا أتوقع أن القرار سيكون فيه استفادة للميليشيا إذا تم تطبيق القرار بشكل كامل. وإذا لم يطبق ستكون الفائدة كبيرة إذا لم يطبق القرار. إذا لم يطبق نعم صحيح، هذا الكلام صحيح. نعم، إذا أشكرك دكتور سليمان الناصر، كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. في الختام لا يسعني إلا نشكر ضيوفي، كان معي عبر الهاتف من الرياضة الدكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا، وأيضا كان معي من القاهرة المحلل الاقتصادي السيد مصطفى نصر، وأيضا أشكر الدكتور سليمان الناصر كان معنا من ماليزيا. وختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة الزميل ماهر منصر، وأيضا هي من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى. أترككم في رعاية الله وحفظه.